السلام عليكم. في حلقة اليوم من توب 10 بنتكلم عن أفضل ألعاب النجاة. هذه القائمة بتجمع بعض ألعاب الزومبي والألعاب تحاول تعيش فيها لوحدك مع موازنة أكثر من عداد حتى ما تموت. تم اختيار هذه الألعاب على حسب رأي أعضاء فريق ترو جيمينج. في المركز العاشر State of Decay 2، لعبة نجاة بطابع ألعاب العالم المفتوح والمنظور الثالث الحصرية على جهاز الإكس بوكس 1، ومن تطوير فريق Undead Labs اللي في سنة 2018 أعلنت مايكروسوفت بأنهم انضموا لهم وصاروا جزء من إكس بوكس Game Studios. كل ألعاب الزومبي تخليك تقاتل الزومبي بشكل رئيسي، لكن في هذه اللعبة التركيز بيكون على النجاة من يوم إلى يوم وحمايتك لجميع أفراد المجتمع اللي راح تكونه. لازم تجمع موارد، تبني مقرك، وتدخل ناس لمجتمعك وتقعد تدربهم. في المركز التاسع فروست بانك، أحداث اللعبة تدور في عالم موازي في سنة 1886 لما ثار بركان والرماد البركاني غطى الأرض تماما، وعوامل ثانية خلت كوكب الأرض يعيش في شتاء بركاني، وهذا أدى لدمار كامل في محصول التغذية. اللعبة نظامها خليط من بين ألعاب بناء المدينة والنجاة. في بدايتها راح تتحكم في مجموعة صغيرة من النجاة، منها مهندسين، عمال وأطفال. بيكون عندك مجموعة صغيرة من الموارد تقدر تساعدك في بناء مدينة صغيرة، ومن هنا اللاعب بيبدأ يجمع الخشب، حديد والفحم حتى يقدر يخلي المجتمع حقه دافئ وصحي. في المركز الثامن أسترونير، هذه اللعبة بدأت كأيرلي أكسس من سنة 2016 وأحداثها في القرن 25 في عصر استكشاف المجرات اللي فيها رواد الفضاء يسافرون إلى أقصى المناطق الفضائية ويخاطرون في حياتهم حتى يكتشفون أشياء جديدة عن المجرة. اللاعبين عن طريق لعبهم على الشبكة يقدرون يبنون أكثر من مقر وسيارات، هذا غير القدرة على تغيير تضاريس أي كوكب بالشكل اللي يبونه. إبداع اللاعب وذكائه هو المفتاح اللي بيخليه يتوسع في معرفة أكثر عن عالم اللعبة الغامض. في المركز السابع ميتل جير سيرفايف، أحد ألعاب ميتل جير اللي نزلت بدون كوجيما. هذه ما هي أول لعبة ميتل جير بدونه، لكن من اسمها الواحد بيعرف أن توجهها مختلف. الأحداث فيها تدور لما تفجر المذر بيس الأول في بداية الجزء الخامس، ومجموعة من الجنود المتواجدين في ذيك اللحظة فجأة اختفوا وظهروا في عالم مختلف. من هنا تبدأ أنت تجمع موارد وتبني مقر خاص فيك وتقعد توسع عن طريق إنقاذ ناس متخصصين في أمور مثل تصفية الموية والزراعة. اللعبة كلعبة نجاة ممتعة وجمعت كل العناصر الأساسية للألعاب النجاة، لكن لما تجيها كلعبة مثل جير أي ما تشبهها أبدا. في المركز السادس The Long Dark، لعبة النجاة بمنظور الأول وعالم مفتوح، صدرت كأيرلي أكسس في 2014 وتم إصدارها رسميا في سنة 2017. الأحداث تبدأ مع هبوط اضطرار لطيارتك على غابة كندية مثلجة. مطورين اللعبة سماها محاكاة للنجاة لأنك بتقعد توازن درجة حرارة جسمك، السعرات الحرارية، الجوع والعطش، وأخيرا الإرهاق. هذا غير الصعاب اللي تواجهها مثل قوة الرياح والحيوانات البرية. اللعبة فيها طورين، الأول خاص في القصة والثاني يركز على النجاة بس، وطبعا هدفك مثل أي لعبة نجاة ثانية هو أنك تحاول تعيش لأطول مدة تقدر عليها. في المركز الخامس سبناتيكا، على عكس أغلب ألعاب النجاة هذه اللعبة تأخذك لأعماق البحر، وهي لعبة أساسها النجاة لكن فيها طابع المغامرة. راح تعطيك الفرصة في استكشاف كوكب 4546B والمحيط الضخم حقه. بهذه اللعبة راح تكون وحيد وهدفك هو استكشاف محيط هذا الكوكب وتجنب مخاطره. بنفس الوقت عندك مهام معينة لازم تنفذها إذا حاب تتعرف أكثر على قصة اللعبة المثيرة. المركز الرابع Ark Survival Evolved، هذه اللعبة تقدر تلعبها بالمنظور الأول أو المنظور الثالث، وهي لعبة عالم مفتوح تقدر تتمشى فيها على رجولك أو على ديناصورات. تقدر تستعمل فيها أسلحة نارية حتى تدافع عن نفسك من البشر والديناصورات الهجوميين، وتقدر تبني مقرك وتحط مخلوقات تحميه. يمديك تلعب اللعبة بالحالك أو أونلاين. إذا لعبت على الشبكة تقدر تكون القبيلة في السيرفر، وفي الطور الجماعي المقر اللي تبنيه والمخلوقات اللي تروضها يقدرون يستعملونها أعضاء قبيلتك. معلومة يمكن البعض ما يعرفها وهو بأن الفريق المصري Instinct Games ساعد في تطوير لعبة Ark. في المركز الثالث Don't Starve، لعبة النجاة المطورة من الفريق الكندي المشهور كلاي. في بداية هذه اللعبة عالم اسمه ويلسون يحصل نفسه في عالم غامض ومظلم، ومهمتك انك تحاول بالنجاة وتخلي ويلسون في حالة صحية موزونة جسديا وذهنيا، لانك راح تقابل مخلوقات خيالية تخليه يوسوس وينجن، واذا انهبل راح يقتلونه. اللعبة فيها تعاقب النهار والليل، ففي النهار غالبا راح تستكشف وتجمع موارد وتجميع الوصفات اللي تخليك تبني اشياء جديدة من اسلحة وغيرها، ولما يجي الليل الوحوش تبدأ تتحرك فلازم تشب الضوء او يكون عندك مصدر ضوء حتى شخصيتك ما تبدأ نفسيتها تضيع. في المركز الثاني داينغ لايت، لعبة نجاة وعالم مفتوح، فيها اللاعب يقدر يتنقل بمدينة قضى عليها وباء الزومبي والبشر فيها صاروا أقلية. راح تجمع الموارد وتقعد تصنع أسلحة من هذه الموارد حتى تقاتل الزومبي. الممتع في اللعبة على عكس أغلب ألعاب النجاة هو التنقل في اللعبة اللي يخليك تسوي حركات باركور وانت تتنقل من عمارة إلى ثانية، واللي كيف حركات الباركور تخليك تعدي وتتخلص من الزومبي بشكل سريع. اللعبة الحماس فيها يزود لما يجي الليل لأن الزومبي بيكونون أكثر شراسة. اللعبة بشكل أساسي تعتمد على القتال ذو المدى القريب وفيها أكثر من 100 سلاح.
في المركز الأول ماينكرافت، سواء لعبت اللعبة أو لا ما تقدر تنكر الإنجاز والثورة اللي سوتها لعبة ماينكرافت في ألعاب النجاح، ونقدر نقول أنها بنت بعض الأسس اللي نشوفها موجودة في شريحة كبيرة من الألعاب النجاح. الأشياء اللي تقدر تسويها في اللعبة صعب نعدها هنا من كثرها، لكن ميزتها أنها توفر كل شيء لكل نوع من اللاعبين. إذا تحب ألعاب النجاح فعندك طور النجاح اللي طلع من بداية اللعبة. إذا تبي أطوار غريبة فمجتمع اللعبة شغال دائما في تقديم أفكار جديدة. هذه كانت أفضل 10 ألعاب نجاح، شاركونا بالتعليقات لأفضل لعبة نجاح بالنسبة لكم. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة، مع السلامة.